يا واش الخوت، السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما خاصكم حتى شي. المهم اخوتي، قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوناش واحد لايك وسبسكرايب، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش نوصلوا ل 100 مشترك في اقرب وقت. المهم اخوتي، رجعت لكم واحد الفيديو اللي غيكون عباره عن ردة فعل على بعض التعليقات ديال هذا المنشور كما كتشوفوا. المهم هذا الفيديو غيكون عباره عن قصص واقعيه مضحكه، فسو الدراري ما تنساوناش لايك وسبسكرايب. ليتس دو ات، نبداو الفيديو ديالنا. المهم اخوتي، كما شفتوا هذا معجون مخلط مع رايبي. نبداو باول قصه ديال مول البوست. نهار كريتو اول مره زيد التسبيح وخدمت القران الليل كامل، كان دعيا ربي غير نصحى. اللي عنده شي قصه يعاودها لينا. ليتس دو ات. واحد النهار تجمعوا العشران وانا اللي مقادها وبزيت ديالها، كنا دايرين باش نمشيو نديرو طاجين في البحر وضربناها في الطريق. انا دغيا طلعت ليا ومني وصلنا سخروني نمشي نغسل الطاجين. مشيت لحس الطاجين في الماء وكنقول ليه اجي من نيتي، وشويه ولينا بحال المشردين. واحد كيعاود على صاحبته، واحد كينشط على الطاجين وهو طافي، واحد كيرسم بالصخرة. ما عرفت كيفاش رجعنا للدار، فقنا انفورماتين. انا اللي داوي دابا راه باقي مبو. واحد النهار كنت مازال صغير، المهم هذيك 15 عام، وكان واحد العشران اللي يسمح ليهم في هذا النهار. مشينا شرينا هذا اللي عجبونا اول مره غادي نجربو. ضربت حبه وحده وانا ندخل للدار. مشيت حدا الوالده للكوزينه كانت كتقلي الحوت، غير دازت واحد 10 دقائق ويبان ليا الحوت كينقز تما. وانا ناعس حتى دازت يومين عاد فقت. اول مره كليتو كنحس براسي انا غادي راجع اللور، وكنقول مع راسي غاسي راه غير تاثير التبويقه. المهم طلعت للدار، مشيت لبيتي نيشان. الوالده كانت كتعصر الديسي ديك الساعه، راه طفات العصاره، ولكن صوتها ما بغاش يحبس ليا من راسي. كيبقى داك الصوت يتجهد وينقص غير راسو، وداك الصوت راه غير في راسي انا. كنت غنتفروح حفظ الله وصافي. المهم داك النهار دازت شي ساعه بحال هكاك وانا نرجع نورمال. ملي شفت وجهي في المرايه كتبان ليا عيني حمرا بحال الدم. الحاصل داك النهار ما يتنساش ليا، كنت غنتفروح. واو. اول نهار كليتو في اخر نهار لرمضان، مشيت انا والدراري صحابي للحمام، خلطوه مع سلو. انا عزيز عليا سلو، بنت ليا سوبيرا، بقيت كناكل حتى شبعت. ما كنتش عارف بلي فيها لاماري، هما ما شافونيش ملي كليتو. المهم دخلت للسخونيه تفرقع ديال بصح انا بالي الحمام تقلب صافي. المهم غادي يهرب ليا وانا نطلع ديال الحمام. بديت كندور كنضرب بنادم وكنقول ليهم لبسوا حوايجكم الله يمسخكم. داوني الدراري للدار، كان الغد ليه العيد. نعس مع هذيك الجوج الليل، ما فقت حتى للتمنية ديال الليل. الغد الاخر وضف هادي ناضية، هاد سطوري ناضية بزاف. اول مره ناكلو كنا حدا البحر، حتى تسمكنا صعدات التبويقه وتمينا هاربين وكنجريو كنغوتو وهربو. البحر غيهيج علينا غنموتو كاملين. اودي علامة هاد المعجون كيصفي على بنادم والله الا بصح خصنا نجربو الصراحه. ها 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 ها، قسما كليتو مشيت تحت المانطا وهي طلع ليا التبويقه. خرجت عند ماني الدار كيتعشى وشديت راسي وكنقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله شي 20 دقيقه والمشكله ما غاديش يقرب ليا شي واحد تسحب ليا ومضربني جد. هادي ناضيه، تخيل اللي كون ماني الدار كيتعشى وتخرج عندهم بحال هكا. وات ذا فاك، هادي هربانه هادي عاد. واحد النهار قبل المغرب بشي نص ساعه كيت زوج معارك كبار وشربت اتاي سخون، كانت اول مره غادي ناكلو. قلت مع راسي هذا الشيء ما غادي يقضي والو. ملي بغيت نتوضا ونصلي المغرب نسيت السطل ديال الماء وهو يجيني ثقيل، رجليا فشلوا عليا قسما بالله. ما قدرتش نكمل الوضوء، مشيت نعس طحت كاو. ما فقت حتى 12 ديال الليل. ملي فقت شربت واحد يطرو ديال الماء والله دقه وحده، كانت اول مره واخر مره. هذا الشيء خطير. وات ذا فاك، هذا الشيء كامل خطير، خصنا نجربو شي نهار الصراحه. انا غادي نجربو. نهار كليتو كنقول لصاحبي شكون ضربني بصح لا، كيقول لي حتى واحد، وانا كنقول ليه دابا غير وريني شكون ضربني وغادي نسلم له على صاحبته بالوجه. وضفاك يعني بفاش كطلع لي التبويقه هادي بزاف هادي. المهم اخوتي، هنا يكون سال الفيديو ديالنا. ما تنساوناش واحد لايك وسبسكرايب، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش يوصل لكاع الناس. وكنتمنى توصلوني ل 100 ابوني في الاخر ديال هذا الشهر قبل ما يسالي هذا الشهر. المهم اخوتي، الى عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب وتعليق، كتبوا لي شنو بغيتوا يكون في الفيديو الجاي. نتلاقاو فيديو جديد، تهلاو.